السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة سورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا جبت لكم حلوة دواز أتاي كتجي رائعة جدا، مكونات بساط جدا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الاقتصاديين والناجحين، كتجي شيشة كتدوب في الفم. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر، ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبتعليق ديالكم البنائين، واللي أول مرة كيدم قناتي وعجبوا المحتوى يفعل الجرس فضلا وليس أمرا باش توصل دائما بالجديد على قناة سكينة سورية، واللي مازال ما شاركش في المسابقة ديال صالح العطار يشارك ويضاعف حدوده إن شاء الله تكونوا من الفائزين. نمروا الآن باش نشوفوا المكونات والمقادير. كما كتشاهدوا معايا هذو هما المكونات، عندي هنايا 150 غرام من الزبدة، يعني أي مانغارين. ممكن تستعملوا الزبدة ديال العلب، أي نوع ديال الزبدة، غير بشرط ما تكونش فيها الملوحة. هذه الزبدة ديال 250 غرام قسمتها على زوج عطاتني 150 غرام اللي كنحتاج فقط من الزبدة. عندي هنايا زوج بيضات يعني متوسطي الحجم، انا غنستخدم بيضه ونصف، اي غنستخدم بيضه وصفار بيض، والبيض ديال البيضه واحده غنخليه للتزيين. عندي هنايا نصف كاس من السكر الخشن اي سنيده، ونصف كاس من عبار العنبه من الزيت النباتيه. عندي معلقه كبيره من بودره الكاكاو. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا يعني هذه الحلوه كتعطينا جوج اشكال، الفاني والشوكولاته. وعندي هنايا نصف خمارة واحدة، ماشي خمارة كاملة، غير نصف خمارة واحدة من فئة 8 غرام كناخدو غير نص ديالها. وعندي شاصية ديال الفاني والدقيق حسب الطلب اللي غادي نحتاج، غادي نقول لكم ملي يكون حدا الوصفة شحال احتاجيت من الدقيق. هادو هما المكونات بساط جدا، ونمروا الآن لعملية التحضير. كما كتشاهدوا معايا خديت التبصيل أو الإناء اللي غنعجن فيه، وضعت فيه 150 غرام من الزبدة، نصف كأس من عبر العنبة من السكر الخشن أي سنيدة، ورشة من الملح. كان معك كل شيء جيدا حتى كندخل الزبدة مع السكر، ثم كنضيف جوج بيضات وكنحتفظ بالبياض، يعني كندير بيضة كاملة وبيضة كناخد غير الصفر ديالها وكنحتفظ بطبيعة الحال بالبياض. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا شاصية ديال الفاني، ثم نص كاس من الزيت من عبر العنبة، كنضيف الدقيق بالتدريج، وضفت الخمارة، ثم ضفت معلقة كبيرة من النشا الذرة أي مايزينا اللي توفرت عنده، اللي ما توفرتش ماشي مشكل. الدور ديال المايزينا كيعطينا كيزيد يعطينا الهشاشة لهاد الحلوة ديالنا باش كتجي هشيشة وكتذوب في الفم. كيف ما كتشاهدوا معايا أنا كنضيف الطحين بالتدريج، ما ديروش كله يعني ما تزعموش عليه، بقاو غير شوية بشوية حتى كتجمع العجينة. على العموم أنا ما غنجمعش العجينة كلها دابا بالدقيق، غير غنلمها واحد شوية باش ما تبقاش يعني كتلصق، وغنقسمها على زوج باش غندير نكهة وحدة بالفاني. هي هادي كنحاول ندخل ليها الطحين، ما كنعرك ما كنعجن ما كندلك، غير كنحاول ندخل ليها الدقيق حتى كنحصل على هذا القوام هذا. مجرد ما كنوضع الاصبع ديالي يعني ما كتلصقش، ها هي واجده. ثم كنمر للقسمه الثانيه، كنضيف ليها بودره الكاكاو، ممكن تنكهوا باي نكهه بغيتوا، بالفراوله او الكراميل او اللوز. انا درت ليها نكهه ديال الكاكاو باش تجيني بنكهه الشوكولاته. كيف ما كتشاهدوا معايا كنضيف الطحين بالتدريج، ما تزعموش على الطحين، ضيفوا غير بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه تكون لينه رطبه ما تكونش ناشفه. مجرد ما كنوضع الاصبع ديالي ما كتلصقش، ها هي العجينه ديالنا واجده. نمروا الان لسطح العمل باش نمروا في عمليه طرق العجينه. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا واحد الورق ديال الطهي من الاسفل ومن الاعلى غير باش ما تلصقش لينا العجين، ممكن تعوضوه بكيس بلاستيكي. كما كتشاهدوا معايا انا غادي نطلق هذا العجين على شكل مربع، نحاول نطلقو على شكل مربع كيف ما كتشاهدوا. كنحاول نطوي هاد الجوانب باش نحصل على شكل مربع، وكنعاود نطلقهم بالمدلك. عندي الغرض بشكل مربع باش باقي غنعاود نخدم بالعجين ديالي. على العموم انا غنحاول نطلقها شكل مربع، وفي الاخر غندوز بالجراره او بالسكين باش كنحصل على هاد الشكل هذا مربع يكون مقاد. كيف ما كتشاهدوا معايا انا خديت بياض بيضه اللي تبقى ليا من الصفار ديال البيضه اللي دفناها مع بيضه كامله في القوام يعني في العجين في الخليط، وكناخذ واحد البانسو وكنحاول ندهن الكل جيدا، وكنتاكد بانني دهنت الحواف ودهنت الوسط بياض البيض. والعجينه ديالنا ما تلقوهاش رقيقه وما تلقوهاش غليظه، ضروري هذه المساله. عندي هنايا واحد شويه ديال الزنجلان ابيض، ممكن ديروا اي نوع ديال يعني المكسرات او الزنجلان العادي،
يعني كيبقى لكم اختياري وحسب المتوفر. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كندردر هذا الزنجلان جيدا على الكل، وكناخذ المدلك ديالي وكنحاول ندوز غير خفيف خفيف باش يثبت معايا الزنجلان. ثم كناخذ السكين او الجراره او القطعه ديال البيتزا وكنحاول نقطع يعني الشكل مربعات يكونوا متساويين في العبار. ممكن تصغروهم ممكن تكبروهم، كيبقى لكم الاختيار. كيفما كتشاهدوا معايا ممكن تستعينوا بواحد المسطره باش تجيبوا المربعات يكونوا قد قد تماما. يعني هذه هي الحلوه ديالنا بلا طابع، غير كنضغط بالاصبع ديالي بزوج في الوسط وكنحصل على هذا الشكل ديال بابيون. الا حسيتوا بان ملي كتضغطوا في الوسط كيتلصق لكم يديكم كتلصق صبعينكم، دوزوهم غير في شويه ديال الدقيق، ديري صبعك في الدقيق سيداتي وعاودي بركي في الوسط باش كتحصلي على هذا الشكل ديال بابيون او الفراشه. حلو الدوازه تاع البابيو كتجي رائعه جدا شكلا ومضمونا. ونمروا الان للعمليه المواليه. كناخذوا العجينه ديالنا ديال بنكهه الفاني وكنطلقها بنفس الطريقه، كنشكل شكل مربع، ما نديرهاش غليظه ما نديرهاش رقيقه. ثم كندهن بياض البيض جيدا. بالنسبه للسمك ديالها كيكون تقريبا بحال العجينه ديال صابلي، نطلقوها بحال العجينه ديال صابلي، ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه لان راه فيها نص خماره غتنتفخ معنا واحد شويه. عندي هنايا قليل من الكاوكاو الاحمر بقشورو اللي هروشته في الطحال الكهربائي، ما يكونش مطحون بزاف، غير مهروش وما تحمروش لان الحلوه ديالنا باقا غتدخل الفرن وغادي يتحمر. كيف ما كتشاهدوا معايا ممكن ديروا اللوز ممكن ديروا القرقاع ممكن ديروا اي مكسرات عندكم. كندردر الكل جيدا، ثم كناخذ المدلك ديالي بنفس الطريقه اللي درت الحلوه اللي فيها زنجلان، كندوز غير خفيف خفيف باش يثبت ليا داك الكاوكاو اللي درت من الفوق. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها، ما كتكونش رقيقه بزاف وما كتكونش غليظه. كنقوم بنفس العمليه، كندير نشكل مربعات بالسكين او بالجراره، مربعات من الاحسن يكونوا متساويين وعلى حسب الاختيار ديالكم كيف ما سبق لي قلت لكم، يعني يكونوا كبار او صغار حسب يعني الرغبه ديالكم. ممكن تستعينوا بمسطره باش ديروا داك الخطوط يكونوا مقادين وعبار واحد. يعني هذه هي الحلوه ديالنا ديال بابيون او الفراشه بدون طابع، غير بيدينا كنضغطوا هكذا في الوسط وكنحصلوا على هذا الشكل. هذا كيجي رائع جدا. على فكره العجينه ديالنا راه هشيشه كتلصق، ضروري تضيفوا واحد شويه ديال الدقيق في الاصبع ديالكم ملي تجيو تضغطوا عليها من الوسط. انا غنستف الكل في اللاطه وغندير الفرن ديالي يسخن عادي في المتوسط. مجرد ما غنبغي نوضعها في الفرن غادي نقص للصفر. كنأكد عليكم هاد المرحله خص ضروري تنقصوا للصفر باش كطيب على خاطرها، يعني كتاخذ غير واحد اللون ذهبي من الاسفل. مده ديال الطهي ديالها تقريبا 20 دقيقه، كتاخذ واحد اللون ذهبي من الاسفل ثم كنشعل عليها من الاعلى لمده يعني دقيقه او دقيقتين فقط، غير كيتحمر لينا داك الكاوكاو والوجه ديالها كيبان مذهب. صافي كنطفيو عليها وكنخرجوها وكنخليوها ترتاح واحد شويه، عاد كنسحبوها من الطاوه، ما تسحبوهاش مباشره وهي سخونه، راه كتكون كتفرتت يعني كتكون هشيشه واحد الدرجه ما تصوروش. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما خرجت من الفرن خليتها حتى بردات وزينتها بقليل من الشوكولاته سوداء، هذه كتبقى لكم اختياريه هذه المرحله. انا درت القليل من الشوكولاته سوداء، ممكن ديروا شوكولاته بيضاء ممكن تخليوها كما هي. انا درت القليل من الشوكولاته السوداء في الوسط، درته في كيس بلاستيكي يعني ذوبته في حمام ريم بطبيعه الحال، ودرته في كيس بلاستيكي ودوزت في الوسط ديال البابيو، درت على شكل خطوط باش كيزيد المنظر ديالهم كيجي رائع جدا. وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا شوكولاته ممكن تخليوها كما هي. على العموم هذه الحلوه ديالنا ديال بابيو او الفراشه دوازتي اليومي. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم او الحلوه ديال دوازتي ديال اليوم، كتجي رائعه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي كتفتت، المذاق ديالها رائع جدا كتذوب في الفم. نتمنى من كل قلبي تجربوها وتردوا عليا الخبر، ما غتخسروا والو، اكيد اكيد انا متاكده غادي تعجبكم وغيحماقوا عليها الكبار والصغار. شكرا لكم المتابعه، ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة السورية، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، واللي مازال ما نضمش القناة يفعل الجرس باش يتوصل دائما بالجديد على قناة سكينة السورية.
وإلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.